اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليه يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام ولك الحمد على نعمة الإيمان ولك الحمد على نعمة القرآن ولك الحمد على بلوغ نعمة رمضان ولك الحمد على بلوغ آخر أيام رمضان. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطواعين إليك مخبتين تائبين. اللهم قبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ما أحلمك بنا يا الله، ما أرأفك بنا يا الله. نناجيك في الصلوات ونعصيك في الخلوات، فاغفر لنا يا الله. ندعوك عند الحاجات وننساك عند الشهوات. نأتي ما تكرهه يا الله، ونطلب منك ما تحبه يا الله، فتجاوز عنا يا الله. نسألك يا ربنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد المبارك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار يا رب. لا نتحمل نار الدنيا وحر الدنيا، فكيف بنارك يا الله، فكيف بسخطك يا الله، فكيف بعذابك يا الله. وغوثاه يا الله، وغوثاه يا الله، وغوثاه يا الله. اللهم اجعل دعاء هذه الليلة مستجابا مقبولا. اللهم اجعلنا جميعا من ساكن الجنة. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تحجب الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تحجب الدعاء. يا من ذكره دواء وطاعته شفاء، ارحم من كان رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. يا رب الأرض والسماء، اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم ارحمهم برحمتك أحياء وأمواتا.
اللهم من كان منهم حيا فألبسه لباس الصحة والعافية واجزه عنا خير الجزاء، ومن كان منهم تحت التراب فاللهم صب الرحمة على قبره صبا، اللهم فيسر حسابه ويمن كتابه، اللهم اجمعنا مع والدينا وأزواجنا وأحبابنا في مستقر رحمتك يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وضمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، منا من يتصدق بصدقة سر لا يعلمها إلا أنت، ومنا من يبكي من خشيتك ليلا ونهارا، فيا رب لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ليلتنا هاته ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرت له، ولا مريضا إلا شفيته. ربنا لنا إخوة وأحباب وأخوات مرضى، من يكشف الضر إلا أنت يا الله، من يشفي إلا أنت يا الله، من يزيل الغم إلا أنت يا الله. اللهم من على المرضى بالشفاء العاجل، اللهم لا تدع فيهم جرحا إلا داويته، ولا ألما إلا سكنته. اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية، اللهم ألبس، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية عاجلا غير آجل، اللهم اشفهم شفاء ليس بعده سقم أبدا، اللهم خذ بأيديهم واحفظهم بعزك الذي لا يضام، واكلأهم في الليل والنهار، اللهم ارحم أحبابنا الذين رحلوا عنا وقلوبنا تلهف، وقلوبنا تلهف شوقا لهم وتدمي حزنا على فراقهم. رحلوا لأنك يا مولانا أردت لهم حياة أجمل من الدنيا، لكن الحنين إليهم مؤلم، لكن الحنين إليهم مؤلم، كانوا معنا مؤنسين لنا وهم الآن تحت التراب لا يعلم بحالهم إلا أنت،
لكن ظننا فيك أنك رحمتهم، فاللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بماء وثلج وبرد. اللهم أرسل نفحات جنتك وبرد نعيمك عليهم وزدهم سعة وسرورا واجمعنا بهم في جنة الخلود. اللهم أنزل على قبورهم النور والفسحة والسرور. يا رب إن كنا مقصرين بالدعاء لهم، يا رب يا رب إن كنا مقصرين في الدعاء لهم، فأنت الكريم الذي لا تنسى، هب لهم نعيما ورضوانا وسرورا. واللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم كن معنا في ظلمة القبر، اللهم كن معنا في وحشة القبر، اللهم كن معنا في ظلمة الكفن، لا أب ولا أم ولا صديق ولا حبيب، اللهم كن معنا في تلك الوحدة. اللهم اجعل القرآن نورا لنا في القبور، اللهم اجعله أنيسا وجليسا ونورا في قبورنا. اللهم إلهنا اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بالثواب والأجر. اللهم وفقنا لاغتنام الخيرات في هذه الأيام المباركة، وضاعف لنا في الدرجات. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، واجعلنا من ابتغاء هذا الشهر الكريم. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. اللهم اكتبنا فيه من الفائزين، اللهم اكتبنا فيه من الفائزين، اللهم اكتبنا فيه من الفائزين. يا رب اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، يا رب اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، يا حي يا قيوم. هؤلاء الإخوان والأخوات جاءوك من كل مكان، رفعوا إليك أيديهم خشعت لك قلوبهم فاضت لك عيونهم. أسألك يا من بابه مفتوح للسائلين لكل واحد منهم حاجة، لكل واحد منهم سؤال، اللهم أعط لكل واحد منهم حاجته، اللهم أعط لكل واحد حاجته، اللهم لا تصرفهم إلا وقد أعطيت لكل واحد منا حاجته. إلهي ومولاي أغلقت الملوك أبوابها إلا بابك، إلا بابك مفتوح لراجيك، بابك مفتوح لداعيك، فاللهم افتح لهذا الدعاء أبواب السماء. اللهم ارفع الظلم عن المسلمين. آمين.
اللهم ارفع القهر عن المسلمين، اللهم ارفع القهر على المسلمين، اللهم ارفع الذل على المسلمين، اللهم اكشف الهم والغم عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم شفع فينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم أدخلنا مدخله. آمين. اللهم احشرنا تحت لوائه. آمين. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين. اللهم شفعه فينا يا كريم. آمين. اللهم اهد شبابنا وفتياتنا. آمين. اللهم اهدهم لأحسن الأقوال والأفعال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنهم سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم حصنهم بالعفاف والطهر، واجعلهم من الراشدين. اللهم زينهم بزينة الإيمان، وألبسهم لباس التقوى، واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من كان منهم ضالا فاللهم رده إليك ردا جميلا، واجعله من الصالحين المصلحين، ومن تعلم أنه على خير فثبته وزده ثباتا وهداية يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا المغرب الحبيب من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. واحفظ اللهم أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. اللهم أسبل عليه حلل الرعاية، وجلله بمنح العناية. اللهم أكرمه بالتوفيق، وأعنه بالتحقيق. اللهم اجعله من أهل الفلاح والصلاح والولاية يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين يا رب العالمين. يا رب إن هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله، والحمد لله، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.